السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ بأول محاضرة من محاضرات كثافة الباطنية اللي هي الـ Chronic Heart Failure. بالنسبة للبارت النظري اللي هي الإتيولوجي، الباثوفيزيولوجي، السيمتومز، الـ Types of Heart Failure، هذه كلها موجودة بالمحاضرات العلاجات. هنا أنا في ردة الباطنية راح أركز على المانجمنت جايد لاين فور هارت فيلر، لكن ككوك ريفيجن البيشنت اللي يجي للهوسبيتال لازم نعرف شنو سبب الهارت فيلر، اللي هي أما يكون موست كومن كوزز اوف الهارت فيلر اللي هي أما تكون كورونا ارتري ديزيز، هايبرتنشن، اند دايريتيك كارديو مايوباثي. التو سيستم ذات انفولد ان ديزيز بروجريشن اللي هي سمباتيك نيرفس سيستم ادنى والرينين انجيوتنسين اند اندستيرون سيستم. لذلك التريتمنت جايد لاين تستهدف هذه السيستمز لانه شافت امبروف بالسرفايفل برولونج اللايف يتم عن طريق تارجتنج ذيس سيستمز. بالنسبه للسيمتومز اوف الهارت فيلر تعتمد اذا كان ليفت سايدد هارت فيلر راح يكون البيشنت عنده ديزنيا، اورثوبنيا، اند باروكسيمال نكتورنال ديزنيا، واذا كان عنده رايت سايدد هارت فيلر راح يكون عنده fluid retention، GI bloating and fatigue. Aided with the proven benefit in improving the symptoms, sperm disease progression and improving survival in chronic heart failure, those agents that target neurohormonal systems. هذه الأجهزة تنضم اللي هي ACE inhibitor أو ARBs، beta blocker and aldosterone antagonist. New York Heart Association Functional Classification of the Chronic Heart Failure. لازم نعرف هذا الـ Classification لأنه على أساسه راح يكون الـ Patients receive treatment. نجي بالنسبة للـ Class الأول. Class الأول الـ Patient in Class 1 Heart Failure هذا ما عنده limitation of physical activity or ordinary physical activity ما سبب له أي Heart Failure symptoms. الـ Class الثاني هنا لا راح يكون عندهم slight limitation of physical activity. Comfortable راح يكون authorized لكن ordinary physical activity راح تسبب symptoms of heart failure. Class 3 هذا اللي يكون عندهم marked limitation of physical activity. Comfortable authorized لكن أقل من ordinary activity تسبب لهم symptoms of heart failure. And class 4 unable to carry on any physical activity without symptoms of heart failure or symptoms of heart failure are authorized. هذا اللي راح يكون patient هم bedridden and hospitalized all of the time. طبعا هذا الكلاسيفيكيشن واكو ستيجنج اخر همينة هذا همينة موجود عندكم بالنظري. بالنسبة للتريتمنت بالنسبة اذا بيشنت كان عنده كلاس 1 الفيرست لاين هي بيشنت اللي هي الاي سي انهبيتر او ارابس. كلاس 2 بالاضافة للاي سي انهبيتر والارابس دايركت ثيرابي بيتا بلوكر. بالنسبة لكلاس 3 راح يكون نستخدم ارابس اضافة الى الاي سي انهبيتر اذا كان عنده uncontrolled hypertension، سباين لكتون إذا كان عنده يعني normal renal function of potassium level normal، أكو combination of الأزوردين والهيدرولازين إذا كان African American patient، ديجوكسين إذا بقى patient symptomatic بالرغم من التريتمنت الأذر التريتمنت اللي هي الأي سي إنهبيتر والبيتا بلوكر، cardiac resynchronization therapy إذا كان QRS أكثر من 130 ملي سكند. بالنسبة لكلاس 4 هذا يحتاجون heart transplantation أو devices ventricular assist device evaluation يحتاج حتى يساعد ال heart to pump enough quantity of blood to meet the metabolic demand of the body. بالنسبة ل desired therapeutic outcome مثل ما قلنا إنه ماكو cure for heart failure فال treatment تستهدف management goals for chronic heart failure تتضمن relieve the symptoms أو preventing the onset of the clinical symptoms أو reducing the symptoms، prevent or reduce the hospitalization، slowing down disease progression، improve the quality of the life and prolong survival. بالنسبة لل non-pharmacological intervention اللي هي نعرفها dietary modification، لازم physical maintain sustained level of physical activity، smoking cessation، immunization and weight reduction. Patient education ضروري about monitoring symptoms, dietary and medication adherence, exercise and physical fitness. Home monitoring نعلم البيشنت شلون يراقب وزنه لانه الوزن هو دليل على الفلويد ريتنشن.
لازم البيشنت حتى نقول انه هذا يستجيب للتريتمنت لازم يقل وزن المعدل نص الى كيلو يوميا، هاي اذا بلش دايت الثيرابي. فارماكولوجيكال تريتمنت قلنا ريليف السيمتومز، اول هدف اللي هو ريليف السيمتومز اللي هي باسطة ريليف الادمة اللي هي اذا كانت بريفرال او بورمونالي كونجشن عن طريق الدايركس. الدايركس تستخدم اذا كان البيشنت عنده مايل هارت فيلر اونلي، لكن اذا كان عنده صار عنده ادمة لازم ريجولر ستيبل. يعني نوع من انواع الدايركس اللي نستخدمها في الهارت فيلر عندنا تو تايبس اللي هي الفايزر دايركس اند اللوب دايركس. الفايزر دايركس اللي هي هيدروكلورفايزر دكلورفايزون اند ميتالازون. الفايزر دايركس بيها ميزة انها تفقد الافكت مالتها في حالة البيشنت اللي عندها رينو انسفشنسي، فلذلك انا يفضل اللوب دايركس. لكن الفايزر دايركس هي راح تفيدنا اكثر شيء بالاشخاص اللي عندها هايبرتنشن with mild condition نستخدمهم تايزر، لكن كل إذا كان عنده severe condition راح في هاي الحالة نستخدم اللوب دايركس اللي هي عندنا فلوراسوماد وفلوراسوماد. دايركس ريزيستنس أكو حالة يوصلها البيشنت اللي هي يسموها سيمن دوز، هنا حتى لو زيدنا الدوز ما راح تزيد ما راح تزداد الريسبونس للدايركس. هنا نبي ميكانيزم لأنه راح يصير عنده كومبستر انيكيت صدم ري ابسوربشن بالدستر تيوبيول، فهذا راح ابلانت ذا افكت اوف بلوك صدم ري ابسوربشن عند لوب اوكنلي. فهنا الحل اللي هو شنو اما كومبينيشن ويا فايزر دايركت اللي هو يفضل الميتولازان اللي هو الوحيد اللي يبقى يتفق بالافكت مع تبحات البيشنت اللي عنده رينو انسفشنسي، او مثلا احول من اورال الى اي في ذات الكونتينوس انفيوشن بستخدم ميتولازان كان بيدوز ديلي او از ليتل از وانس ويكلي. بالنسبة للدايركت سايد افكت ليها عدة سايد افكت، لكن اهمها اللي هو الهايبوكالمينيا. الهايبوكالمينيا انه اذا البيشنت صار عنده لو سيروم بوتاسيوم بريدسبوز البيشنت تو اريتميا اند سادن ديث. الهايبوكالمينيا اكثر كوكومنتري ويز هايبوكالمينيا، فلازم انا اصححها مثلين البوتاسيوم ليفل والمغنيسيوم ليفل. بالنسبة للنيروهرمونال بلوكينج ايجنت حققنا الهدف الاول اللي هو قلنا ريليف السيمتوم، الهدف الثاني اللي هو شنو قلنا نقلل الديزيز بروجريشن سلو داون سي بروجريشن ونقلل هوسبيتاليزيشن اللي هو يتم عن طريق ايجنت اللي هي الايس انهبيتر والبيتا بلوكر والابس والالدوستيرون انتاجونست. الايس انهبيتر كل بيشنت عنده دوكيومنتد ليفل توكلر سيستوليك ديسفكشن ريجاردلس اوف اكزيستنج هارت فيلر سيمتوم شود ريسيف ايس انهبيتر إلا إذا كان عنده contraindication or implant visible. يعني الأيس انهبيتر هي تعتبر first line agent for treatment of patients with heart failure حتى لو ما كان عنده symptoms. patient اللي عنده MI عادة إحنا patient أو أغلب patient اللي يكون عندهم يصير عندهم acute MI راح يكون بعدها تحديد عندهم بعدها يبدو new onset heart failure. ممكن إنه أقلل فرصة حدوث الهارت failure إذا بديت بعد الـ MI خلال 36 ساعة أي سيئة فتقلل hospitalization وتقلل death and death with asymptomatic death and gender dysfunction. بالنسبة للـ contraindication في الأي سيئة هنا أنا أقوى limited وأقوى absolute. الـ absolute اللي هي نعرفها history of angioedema by atherosclerosis ولا بدنا اكو ريليتيف هنا راح يدخل بها بنفيت اوت واي ريسك بنفيت فيرسس ريسك. يعني ترى رينال انتريستينوسيس رينال انسفشنسي هايبوتنشن هايبركاليميا ارتا هاي تعتبر ريليتيف كونتراكتيشن. بالنسبة للاي سي هي بيتر رينال انترنت بيشنت إذا كان عنده سيرم كرياتين أقل من 2.3 ملغرام بعد ثلاثة أقدر أستخدم الأيسين. الأيسين هي بتاعه حتى لو كان البيشنت عنده نورمال رينال فانكشن راح نشوف زيادة بالسيرم كرياتين بداية استخدام الأيسين هي بتاعه، وهذا شيء طبيعي ومتوقع لأنه الأيسين هي بتاعه هو نوع ثاني هي inhibit conversion of angiotensin 1 and angiotensin 2. angiotensin 2 يحافظ لي على الجلومرول فلتريشن ريت والجلومرول فلتريشن بريشر. إذا أقل فطبعا شيء طبيعي الجي اف ار راح يقل، ف
ممكن انه زيادة بالسيرة الكرياتين نقبلها لحد 25% تعتبر مقبولة من new baseline level for our patient في heart failure. لكن اكو patient هو راح يكون معتمد اعتماد تام على angiotensin 2 for maintenance of the GFR pressure. فهنا راح تكون susceptible to ACE inhibitor worsening of renal function. من هم ذلك؟ اللي هم عندهم هايبوناتريميا في ديري ديبريسيف ريتريكولار فاكشن او ديهايدريشن. هنا نبتعد عن الاي سي انهبيتر. اذر سايد افكت للاي سي انهبيتر اضافه ان عندنا هايبركاليميا هاي بوتنشال انكر. هنا شلون نعالج الموقف؟ نبدي بلو دوز وتايتريت سلولي ونبدي بشورت اكتنج اي سي انهبيتر بعدين نحول على لونج اكتنج. اما بالنسبه للكف بيشنت اذا كان عنده يعني هو عنده هارت فيلر فممكن انه الكف سببها اما بومونر كونتشن او بسبب الايزين. شلون نميز بيناتهم؟ اذا كانت بسبب بومونر كونتشن البيشنت كافينج اب فروتي سبيتم ويت كف عنده، بينما البيشنت اللي عنده كف بسبب الايزين بيتر افتر انشيشن اوف الايزين بيتر بلش عنده كف يكون تايب مالت دراي، فهذا ممكن من الايزين بيتر فشود بي سويتش تو انذر ايزين بيتر او ارابس. سابقا كان الـ combination of الهيرولازم and isotopic nitrate قبل استخدام الـ AC inhibitor في first time كان يستخدم هذا الـ combination لأنه قلل الـ payload والـ afterload. لكن هذا الـ combination يستخدم في حاليا يستخدم في حال أن patient كان intolerant to AC inhibitor عنده مثلا renal impairment, angioedema أو hyperkalemia أو African American patient راح يكون more response to هيرولازم and isotopic nitrate than AC inhibitor. البيتا بلوكر عندها فوائد متعددة اللي هي قلل الفنتركولار ماس، امبروف الفنتركولار شيب، ريديوس الفنتركولار انت سيستوليك اند دايستوليك فوليوم. عدة ميكانيزم عدة انتريتمك افكت راح تقلل لي فنتركولار ريموديلينج راح تقلل لي مايوسايد ديث. لكن بالمحصلة الأخيرة انه هي بيتا بلوكر امبروف الاجكشن ريفراكشن راح تقلل لي all cause and heart failure related hospitalization because all cause mortality in patient with systolic heart failure. عندنا انواع من البيتا بلوكر، منهم من اجل نستخدم يفضل وشون نبدي؟ شون نبدي؟ انه نبدي بلو دوز وسلو تايتريشن او بويكس تو مات، لانه البيتا بلوكر اذا بديناها بدوز عالية او رابد تايتريشن راح يسوي ورسلين للإجكشن ريفراكشن ورسلين للهارت فيلر سيكتور. لازم البيشنت انه يكون ستيبل و ايرفرد، يعني ما عنده اديما وما عنده ساين سيمبتومز اوف الهارت فيلر، لانه فلويد اوفرلود ات ذا تايم اوف البيتا بلوكر انيشيشن انكريز ريسك فور ورسلينج سيمبتومز. لازم نبدأ باقل دوز ودبل اوفر افري 2 تو 4 ويكس ديبندينج اون البيشنت ثيرابي. لازم نبدأ دوز تايتريشن slow dose بالعكس slow dose slow dose titration over weeks لأن نحصل إلى maximum tolerated dose. لازم نسوي patient education أنه فهم أنه ممكن نسوي إذا worsening of the symptoms، لكن هذا طبيعي لأن نكون نحصل أنه هو improve long term function and survival. شو نختار من البيتا بلوكر؟ عندنا البيتا بلوكر الكاربيدينول والميتوبرولول ساكسينت. الكاربيدينول يفضل في حال البيشنت اللي عنده uncontrolled hypertension. ليش؟ لأنه هذا الكاربيدينول يسبب pronounced lower blood pressure effect. فإذا كان البيشنت عنده hypotension اللي هم خاصة عندهم ejection fraction أقل من 20% فهذا راح يكون more susceptible to this side effect. فيفضل الميتوبرولول ساكسينت. بالنسبة للريكتف ايرواي ديزيز او بيرنفرا باسكولار ديزيز هنا البنفت اوتويرس شود بي يوز ويز كوشن، فيفضل استخدام سلكتف بيتا 1 بلوكر ونقيم الحالة انه دا يحتاج انه اقل دوز او مثلا يعني نشوف شنو ريسك فيرسز بنفت اوف يوزنج اني بيتا بلوكر شود بي ويز اون ديسبيلتي اوف بيرنفرا ديزيز اند سلكتف بيتا بلوكر 1 بيتا 1 بلوكر از بريفيرد. بالنسبة للكالسيوم شانل بلوكر
كالسيوم فيرم كروكر، هنا عندنا ناندا هيدروكلوريدين اللي هي ديفيازين كلوبامين كونتراديكيتد، عندها نيجاتيف نوتروبيك افكت. اما الاملوديبين والفيلوديبين بيشنت اللي اذا كان عنده انكونترول هايبرتنشن بلس هارت فيلر ديسبايت اوبتيمال ثيرابي، لكن هي دو نوت بروف سرفايف. الدستيرون انتاغونست اللي هي سبايلوكتون والايبيرينون، هنا أنا لازم نعرف السيرام بوتاسيوم بالضبط قبل لا نبدا بالعلاج، ولمده اسبوع من بعد العلاج لازم اقيس سيرام بوتاسيوم والكرياتينين قياس. ايش قد الدوز؟ 12.5 الى 25 ملي جرام هي كافيه. On alternate days, that we have to patient on the baseline renal assessments. If you are on dose more than 25 mg, can be increased in 50 mg. بالنسبة للأدوية إفكت، إحنا عرفنا سبايلوكتون كان وكماستيا فورمين منسترال أوركولاريتي عن بيرس أندرنس فورمين هي سبب الديسكونتينيويشن من اللي هي جانيكوس. كلاس آخر اللي هو يعتبر جديد من فيزنال أوفن هارت فيلر حاليا هو ما يعتبر فيرست لاين، لكن دراسات بتحاول انه او مو بتحاول انه بيحتاج بعد دراسات جعلك فيرست لاين ايجنت اضافه للاي سي انهبيتر. هذا سكيوبيتر، هذا هو اسمه بالكلينيكال ترايل، هذا موجود اسمه بالاسم التجاري هو انترستو. هذا عباره عن كومبينيشن من تو دراكس، واحد من عندهم نبرسلين انهبيتر والثاني انجيوتين سي ريسبتر بلوكر اللي هو من هو الباسارتر. الفكرة من عنده انه هو نبرسلين انهبيتر، نبرسلين هو بالاساس عبارة عن نيوترال انتروبيكتيز ريسبونسبل انزيم ريسبونسبل فور ذا بريك داون اوف ناتريوريتيك بيبتايد. ناتريوريتيك بيبتايد عندها بنفيشيال رول ان ذا باثوفيزيولوجي اوف الهارت فيلر، فاحنا نريد نحافظ عليها. لكن نبرسلين هو شو يسوي لها؟ بريك داون ناتريوريتيك بيبتايد بنفس الوقت ينتج اندروتين سين 2. فمن أسوي كومبينيشن من نبرسلين انهبيتر زائد فالسارتان، راح أنا بنفس الحال بنفس الوقت راح أحافظ على ناتريوريتيبتايد، بنفس الوقت راح أسوي بلوكينج للإفكت أوف أندروجين 2. خلينا نعطيكم صورة للتوضيح على فرونتكم هي، لكن كميكانيزم أوف أكشن أوف الفيزرز حتى توضح الصورة عندكم. بالنسبة للديجوكسين، الديجوكسين does not improve survival ولا يقلل الديزيز بروجريشن. احنا بدنا نرجع على السرفايفل على الديزيز بروجريشن لانه هو قلنا ما في كيور للديزيز. الديجوكسين ما يقلل الديزيز بروجريشن، لكن يستخدم فقط شوفت اذا كان البيشنت عنده بقى سيمتوماتيك ديسبايت تريتمنت اوبتيمال هارت فيلر ريجيمن اللي هي كومن اسيد انهبيتر ارت بيتا بلوكر اند دايوريتيك والالدوستيرون انتاغونست. نستخدم الديجوكسين، الديجوكسين ممكن كم استخدام مهمة نتيجة اللي عندي اي اف لان كنترول البنتوكلورايت. بالنسبة للدوز مالته راح يكون 0.125 ملي جرام الى 0.25 ملي جرام حسب الايج والرينال فاكشن والويت والريسك فور توكسيسيتي، لانه اذا كان عمره فوق ال 65 او كان عنده رينال ديسفاكشن يعني فوق الجو الاخر 60 مول برمننت او ايديال بودي ويت اقل من 70، فهنا لازم استخدم لوست افكتيف دوز اللي هي 0.225 ملي جرام. كانتبليتات نستخدم الاسبرين اذا كان البيشنت عنده اسكيميك هارت ديزيز او عنده اسكيميك ستروك او اسكيميك ستروك. انتيكوغولانت راح نستخدم الوارفارين في حال بيشنت عنده ليفنتوكلار ستروك ديسفاكشن ريفيوز وعنده كومبينينج انتيكيشن اللي هي فاستيك هارت باب او عنده اتريال فابريش، هنا نستخدم الوارفارين. البارت الأول كان يخص البيشنت اللي كان اللي عنده reduced ejection fraction level no ejection fraction، هنا البيشنت عنده heart failure with a preserved level of ejection fraction. The treatment goal correction or control of the underlying etiology، لازم أقلل cardiac cooling pressure at rest during exertion، أزيد diastolic filling time. فالأوبشنز اللي هنا الأسينجوتر والأرابس مو داخل بنفت بيتا بلوكر، بالعكس هنا نستخدم بيتا بلوكر كالسيوم فيرم بلوكر والبيابانين والفلتيازين، لأنه راح يمبروف الفنتيكولار ريلاكسيشن عن طريق نيجاتيف انيكروبيك اند كرونوتروبيك افكت. هنا بالنسبة للستارتنج دوز والتارجت دوز والمين
total daily growth achieved in clinical trials. بالنسبة للسين بيتا، بالنسبة للأرابس، بالنسبة للألدسترون أنتاغونست والبيتا بلوكر. هنا مطلوب منكم على الأقل تحفظون واحد من كل كلاس منكم. مع هذا كان احنا الطبيب الفور ايضا هم يستخدم فقط الكابيدول والبيتابول والسكسيس بيزوبرول ايضا يستخدم بالحاف ايضا بيشن كير ار مونيتين بالنسبة للهارت فيلر لايف ستايل موديفيكيشن نركز عليها تريتمنت بلان لبيت السيمبتومز ممكن اوفري ميث وداوتك مديكيشن ريجيمنت تو ستوب بروجريشن في الهارت فيلر وذيوز اوف نون مونو بلوكر اللي هي باستاليتا از انهبيتا ارابس هاي بلاتين استوبي بنفيت بيت بلوكر او دكتيوم انتاغونست بلش التريتمنت نشوف انه هو وصل للجول او إذا ما وصل للجول ماكسيموم تولريتد دوز في باز دايتا وبيتا بلوكر ثيرابي زين إذا بلش الدستيرون أنتاغونست سوينا مونيتورينج للإريتروسايت رينال فانكشن زين بيشنت إدوكيشن فور ذا أدهيرنس وذ دراج ريجيمن أو أدفيرس دراج رياكشن أو دراج إنوتي أند دراج إنتراكشن كمان لازم نعمل إدوكيشن لازم نفهم البيشنت عن الديزيز ستيت مالته لازم نفهم انه هو لازم يكون يسوي self monitoring for symptoms of the heart failure that is to follow up with healthcare professional. Okay.